ومن الجانب المصري لمعبر رفح ينضم إلينا أيمن عماد مراسل القاهرة الإخبارية. أهلا بك أيمن. بداية، يعني ما زلتم تسمعون المزيد من أصوات الانفجارات من حيث أنتم، وأنتم قريبون جدا من العمليات العسكرية الإسرائيلية التي تقوم بها يعني آليات الاحتلال، يعني كيف تصف لنا الصورة والصوت أيضا من حيث أنت؟ نعم منى، يعني حتى فجر اليوم كانت وتيرة عمليات القصف الإسرائيلي سواء من المدفعية أو غير ذلك من الغارات الإسرائيلية على مدينة رفح كانت هدأت نسبيا، ولكن مع الساعات الأولى أو تحديدا من ضوء النهار بدأت المدفعية الإسرائيلية في مواصلة عمليات يعني القصف على مدينة رفح. وكما تسمعين بأن يعني كانت هناك قذيفة منذ يعني لحظات أيضا على مدينة رفح، ما أدى إلى يعني يعني كما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بأن هذه عمليات القصف المستمرة منذ يوم أمس أدت إلى المزيد من ارتقاء المزيد من الشهداء، وغير ذلك أيضا تخلفت الجرحى والمصابين وغير ذلك من عمليات التدمير. نتحدث بأن هناك هذه عمليات القصف تتزامن مع جولة المفاوضات القائمة في مدينة القاهرة، وحسب مصدر مسؤول بأن المفاوضات يعني إيجابية بشكل كبير، وأن الأطراف في هذه المفاوضات الوسطاء سواء من القاهرة أو غير ذلك من الشركاء يعني يعملون بشكل جدي على يعني تجاوز العراقيل في هذه المفاوضات. نتحدث بأن بالتزامن مع ذلك بأن عمليات العسكرية لازالت مستمرة في قطاع غزة، ونسمع بوضوح عمليات القصف منذ الصباح تحديدا من المدفعية الإسرائيلية. نتحدث بأن الأونروا يعني صرحت يوم أمس بأن أكثر من 50,000 شخص نزحوا من مدينة رفح باحثين عن مكان آمن، وكما تعلمين منى بأن يعني غزة بشكل كامل أصبحت لا يوجد بها مكان آمن، ولكن هذا البحث عن مكان آمن ولو يأتي بشكل مؤقت في ظل يعني الحصار الممتد من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية التي يبدو بأنها يعني تحاول بشكل كبير في إغلاق الدائرة لحصار غزة بشكل كامل بعدما كانت تحاصر المناطق الشمالية، وكانت هناك تحذيرات أممية من تفشي المجاعة بشكل كبير. ولكن على الجانب المصري يعني منى بأن هناك حالة تأهب من إدارة منفذ رفح البري تحسبا لأي طارئ في إنفاذ المساعدات أو غير ذلك من استقبال الجرحى والمصابين، وهذا توقف بشكل كامل بعدما قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بالسيطرة الكاملة على منفذ رفح من الجهة الفلسطينية، وهذا طبعا أثر بشكل كبير على عدم يعني توافد الجرحى والمصابين الذين كنا نرصدهم يوميا. كنا نتحدث في الأيام السابقة عن العراقيل الإسرائيلية منى في إنفاذ المساعدات، ولكن الآن نتحدث عن انعدام كامل للمساعدات في ظل المجاعة التي بدأت تتفشى بشكل كبير في معظم يعني الأنحاء. أيمن، هل تسمع، بما أنك أنت يعني كنت تتحدث عن الوضع الميداني وحركة المعبر، هل ما زلتم تسمعون أي حركة للآليات العسكرية الإسرائيلية داخل معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان يحدث يوم أمس، أم أن هذه العملية العسكرية داخل المعبر توقفت وانتهت؟ يعني كان هناك تصريح يوم أمس من الخارجية الأمريكية الذي تمت الإشارة بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي تسيطر بنسبة 100% على منفذ رفح البري من الجهة الفلسطينية، وأن هناك تمركز كبير للقوات الإسرائيلية في يعني منفذ رفح البري من الجهة الفلسطينية مع استمرار العمليات العسكرية لمواصلتها داخل مدينة رفح الفلسطينية، مع استمرار القذائف المدفعية التي نسمعه لحظيا يعني من هذه النقطة تحديدا بشكل مستمر. نتحدث بأن هذه كما تم يعني هذا الحصار الممتد منها كما تم الإشارة من المنظمات الأممية وغير ذلك من يعني كانت آخرها من منظمة الأغذية العالمية بأن المجاعة قد تتفشى أو بدأت في التفشي بشكل كامل على معظم الأنحاء في مدينة يعني غزة تحديدا في المناطق الشمالية التي كنا نتحدث يعني بأن المجاعة انتشرت بها بسبب العراقيل الإسرائيلية في إيصال المساعدات، وكانت مصر تقوم ببدائل أخرى في إنزال المساعدات جوا، ولكن كل هذا توقف مع العمليات العسكرية التي تشن من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي يعني منذ قرابة 3 أيام. نعم، أود أن أشكرك جزيلا، كنت معنا من الجانب المصري لمعبر رفح أيمن عماد مراسل القاهرة الإخبارية.